مصطفى فهمي، الشاب الوسيم الأنيق ابن الطبقة الأرستقراطية، هذه هي الأدوار التي قدمها، وهي أيضاً الخلفية الاجتماعية التي ينحدر منها في الحقيقة. رحل فهمي عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع قصير مع المرض، إذ تعرض لأزمة صحية في شهر أغسطس آب الماضي، دخل على إثرها المستشفى. أجريت له جراحة عاجلة لإزالة ورم في المخ، وتدهورت حالته الصحية بعد ذلك. ولد مصطفى فهمي في 7 أغسطس آب من عام 1942، وهو الشقيق الأصغر للممثل الشهير حسين فهمي. ينحدر مصطفى من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، ودرس في معهد السينما في قسم التصوير، ثم سافر إلى الولايات المتحدة وبدأ مشواره الفني كمساعد تصوير، ثم احترف مهنة التمثيل بالمصادفة حين التقى بالمخرج عاطف سالم الذي عرض عليه دوراً في فيلم أين عقلي ليمثل انطلاقته الفنية. وفي عام 1976 شارك بأربعة أعمال هي قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهاً لوجه، ونبتدي منين الحكاية. ثم توالت بعد ذلك أعماله بين السينما والتلفزيون، والتي بلغت نحو 155 عملاً فنياً. كان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي فيلم أهل الكهف، الذي عرض في دور السينما في موسم عيد الأضحى في يونيو حزيران عام 2024.